هنبدأ نتكلم هنا عن التوظف الكامل وإزاي بنحدد الفجوات التضخمية والانكماشية. إحنا هنفترض في البداية إن التوازن هو اللي بيحقق التوظف الكامل، وبالتالي نقطة تقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي هي اللي بتحدد المستوى التوازني للدخل. وأي تغير في مكونات الطلب الكلي بالتبعية بتأثر على الطلب الكلي، وبالتالي بتأثر على وضع التوازن. تحصل الفجوة الانكماشية لما يبقى الطلب الكلي أقل من الطلب اللي يحقق التوظف الكامل، وبالتالي هيبقى مستوى الدخل أقل من الدخل اللي يحقق التوظف الكامل. علاج الفجوة الانكماشية هيتطلب إن أنا أستخدم سياسة توسعية زي زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب. إذا كان الطلب الفعلي أكبر من طلب التوظف الكامل، فلو فرض وكان الطلب الفعلي الكلي أكبر من عرض التوظف الكامل أو طلب التوظف الكامل اللي هو س زائد س 2 اللي هيقطع منحنى العرض، هنجد إن هنا يحدث ما يسمى بالفجوة التضخمية، ويمكن توضيحها أيضا من خلال هذا الشكل. أو إذا كان الطلب الفعلي أكبر من طلب التوظف الكامل، يعني عند الخط س زائد س 2 وهذا يمثل الطلب الفعلي الجديد وهو أكبر من طلب التوظف الكامل اللي هو س زائد س، فهنا يحدث توازن في نقطة جديدة وهي النقطة نون 2، وتحدث ما يسمى بالفجوة التضخمية، حيث أن الدخل سيزيد إلى لام 2 وهو أكبر من دخل التوظف الكامل لام نجمة، وتحدث هنا الفجوة التضخمية التي يمكن قياسها من نقطة نون للنقطة ي أو من لام نجمة إلى لام 2. من الممكن التطبيق طبعا على موضوع الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية من خلال حالة عملية تشمل هذه الفجوات، وهي كالتالي: إذا كان لديك البيانات الآتية المتعلقة بالاقتصاد المصري، دالة الاستهلاك وهي تساوي 20 زائد 8 من 10 لام، والاستثمار 130 مليون جنيه، والإنفاق الحكومي 70 مليون جنيه، ودخل التوظف الكامل 1000 مليون. المطلوب: ما هي المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري وما حجمها مع تصويرها بيانيا؟ هنا عشان أحدد المشكلة المقصود بها ان انا عاوز احدد هل يوجد فجوة تضخمية ام فجوة انكماشية، وحجم الفجوة ايه، نحاول نقيس مقدار الفجوة ونحاول نصورها بيانيا. فهنا يجب عليا ان انا اقوم بعدة خطوات. اول خطوة لازم احسب الدخل الفعلي او الطلب الفعلي، وبعد كده هنقارنه طبعا بدخل التوظف الكامل اللي هو الالف مليون جنيه المعطى في التمرين امامنا، عشان نعرف إذا كان في مشكلة فجوة تضخمية ولا فجوة انكماشية. فلو جيت أحسب الطلب الفعلي، أنا بجمع بيانات التمرين دالة الاستهلاك مع الاستثمار مع الإنفاق الحكومي، فهنا أدي الدخل لام بيساوي استهلاك س زائد استثمار ر زائد إنفاق حكومي ط. فدالة الاستهلاك عندي هي 20 زائد 8 من 10 لام زائد الاستثمار 130 زائد الإنفاق الحكومي 70. لو جينا نعوض 8 من 10 لام تيجي في الجانب الآخر جنب لام بإشارة سالبة، فهتبقى 1 ناقص 8 من 10 ب2 من 10 لام هتساوي 20 و130 ادي 150 و70 220. إذا لام وهو الدخل الفعلي هيساوي 220 على 2 من 10، يعني 1100 مليون جنيه. وإذا تم مقارنة هذا الدخل الفعلي بدخل التوظف الكامل المعطى بالتمرين وهو 1000 مليون، هنلاحظ أن الدخل الفعلي أكبر من دخل التوظف الكامل، ولذلك يمكن القول أن هنا توجد فجوة تضخمية، أو أن الاقتصاد المصري يعاني من وجود فجوة تضخمية. مقدار هذه الفجوة هي الفرق بين الدخل الفعلي ودخل التوظف الكامل اللي هم حوالي 100 مليون جنيه، هي 1100 ناقص 1000. وإذا
جينا نصور هذا الشكل بيانيا، ادي برسم رسمة التوظف الكامل، الطلب الفعلي مع العرض الكلي او طلب التوظف الكامل مع العرض الكلي، تقاطعهم مع بعض في النقطة نون، دخل التوظف الكامل 1,000,000,000. لما حسبنا الطلب الفعلي اللي هو س زائد ر زائد ط واحد، فهذا هيكون اعلى من طلب التوظف الكامل، فيتقاطع مع العرض في نقطة نون واحد، والدخل الفعلي هنا 1,100,000,000، وحجم الفجوة هي الفرق بينهم 100,000,000. عاوزين نعرف أثر الإنفاق العام والضرائب على الاقتصاد وكيفية حل المشكلات الاقتصادية، وخصوصا هذا الأثر على الدخل. بالنسبة للإنفاق العام يمكن حساب أثره على الدخل من خلال المعادلة الآتية: دلتا لام وهي التغير في الدخل تساوي دلتا ط في واحد على واحد ناقص ميم، ودلتا ط تمثل التغير في الإنفاق الحكومي، وميم هنا هي الميل الحادي للاستهلاك. ولو حبينا نحسب مضاعف الإنفاق العام هو يساوي واحد على واحد ناقص الميل الحادي للاستهلاك. ويقصد بواحد على واحد ناقص الميل الحادي للاستهلاك أو مضاعف الإنفاق العام هو التغير اللي بيحصل في الدخل نتيجة التغير في الإنفاق العام. لو حبينا ناخد مثال بفرض إن الميل الحادي للاستهلاك 8/10 وإن الإنفاق الحكومي زاد ب100,000,000 جنيه، كيف نحسب هذا الأثر للإنفاق العام على الدخل؟ هنحسبه بالمعادلة السابقة: الحكومة هتغير إنفاق ب100,000,000 مضروب في مضاعف اللي هو واحد على واحد ناقص الميل الحادي للاستهلاك 8/10، فالمضاعف هنا بخمسة، فإذا التغير في الدخل هيساوي 100 في 5 ب500,000,000 جنيه. وهذا يعني أن الحكومة زيادة إنفاقها ب100,000,000 جنيه سيؤدي لزيادة الدخل ب500,000,000 جنيه. بالنسبة لأثر الضرائب فيوجد أيضا معادلة لحساب مقدار الضريبة، وأثر الضريبة هو يساوي مقدار الضريبة أو التغير في الضريبة دلتا ضاد مضروب في سالب ميم على واحد ناقص ميم، أو الميل الحادي للاستهلاك في واحد على واحد ناقص ميم. ولو حبينا نحسبه بمثال عملي بفرض زيادة الضرائب ب100,000,000 جنيه والميل الحادي للاستهلاك 8/10، ما هو الأثر على الدخل؟ هيتم حسابه أيضا بمضاعف الضريبة، فهيتم ضرب مقدار الضريبة ال100,000,000 في الميل الحادي للاستهلاك اللي هو 8/10 مضروب في المضاعف اللي هو واحد على واحد ناقص 8/10 اللي هو بخمسة، هيساوي في النهاية 400,000,000 جنيه. وهذا يعني إن قيام الحكومة بزيادة الضرائب ب100,000,000 جنيه سيؤدي لانخفاض الدخل.